الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: علي دين عند والدي وأريد أن أحج، فما هو الواجب علي؟ الحمد لله، وبعد، إذا كان والدك يطالبك بهذا الدين ولا تجد مالا تحج به إلا ما يسدد هذا الدين، فلا جرم أن تسديد الدين أولى من الحج، لأن تسديد الدين قضاء حق مخلوق، وأما الحج فهو قضاء حق للخالق عز وجل. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن حقوق الله مبنية على المسامحة والعفو والمغفرة، وأما حقوق المخلوقين فإنها مبنية على المشاحة وعدم التسامح. ولا جرم أن إبراء الذمة من الحقوق التي تبنى على المشاحة وعدم التسامح أولى من تقديم الحق الذي مبناه على الصفح والعفو والتجاوز والمغفرة. وأما إذا كنت تجد مالا تحج به وتسدد به دينك أيضا، بمعنى أن عندك مال فاضل تسدد به الدين وتستطيع أن تحج به، فلا جرم أنه يجب عليك الحج في هذا العام إذا توفرت في حقك الشروط الأخرى. وأما إذا كان أبوك متسامحا في المطالبة، بمعنى أنك لا تجد مالا تحج به إلا هذا الدين، إلا ما توفي به هذا الدين، ولكن لم يطالبك به غريمك الذي هو أبوك وتسامح معك أو استأذنته وأذن لك أن تحج به، ففي هذه الحالة يجب عليك كذلك أن تحج، لأنك مستطيع، والمتقرر عند العلماء أن الأمر بالحج مبني على الفور في أصح قوليهم، والله أعلم.